كان لي تجربة مع بعض المؤسسين. أنا أذكر أحدهم من زملائنا، كنا نلح عليها نخرج معنا في بعض رحلاتنا إلى مكة، وأحيانا نخرج إلى البر، فكان يرفض، وهو من خيرة الناس حقيقة. لا تبون خير طيب. لا ولا القصة قديمة حقيقة، طيب. لكني رأيت أثرها سبحان الله. أنا يعني سمعت، قال لي بعض الزملاء الرجل عنده وسواس، يدخل دورة المياه يجي الساعة وساعتين حين يخرج وقت الصلاة ما خرج، فأقسمت عليه أن يخرج معنا. قال ما أقدر يا شيخ عبد العزيز، أنا موسوس. قلت أنا لأجل هذا أقسمت عليك أن تخرج معنا. فلما خرجنا قلت له أنت في حرج، أنت وضأت من دون ما أدري، أنا الذي سأوضيك. قال ما تقدر، ستمل. قلت أبدا، بس أطعني جزاك الله خير وأبشر. فأخذت يعني إناء صغيرا، قال يا رجل هذا ولا حق المضمضة، يقول كاس الماء يمكن، أي نعم ولا حق. قلت مالك شغل، أنت تريد السنة، تريد السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي كان يغتسل، يتوضى بالمد ويغتسل بالصاع، أوفر شعرا، أي نعم عليه الصلاة والسلام، الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له أنا الذي سأصب عليك، وأنا أشهد الله على ما أرى، لن أبيع ديني من أجلك، أحبك لكن ديني ألزم عليه منكم من غيري. فلما يعني جاء وقت صلاة الظهر، والله لا أنسى، قلت له شوف صبة واحدة لكفيك فقط بمقدار ما تضعه في فمك المضمضة. والله يا أخ ناصر أيضا المشاهدون لا يهونون، يقول لي لما بدأ يغسل كاد يقطع يديه وهو يريد أن يبلغ الماء، قلت يفرق تفريق، اتق الله يا رجل، انظر ماذا. وفعلت أنا أمامه، قلت شوف هل ترى في يدي أي أثر من اليابس لم يصله الماء؟ قال لا. قلت خلاص هذا المطلوب شرعا يا أخي، لماذا تخترع دينا ما أذن الله؟ يعني ما يفرق، لماذا لا هو يفرق، لكن يريد كأنه يقطع يديه من شدة الفرق. لأني قلت له لا نعطيه غير هذه فقط، غرفة واحدة. ثم في المضمضة قلت له ولا تمضمض إلا مرة واحدة فقط، أعطيك غرفة بيدك تتمضمض بنصفها والنصف الثاني تستنشق به، هذه السنة. قال ما يكفي. قلت أبدا، وفي ذمة الفوزان أنا أتحمل عنك، أنا الحمد. قل يا ربي لو قال لك غدا ربي قصرت من الفوزان اللي سفعل بكذا. وغسل وجهه أيضا، قلت له غرفة واحدة، قال أقسمت عليك تعطيني ثانية، والله ما بلغت، فرحمت وعطيته ثانية وأكمل وجهك. والله يا أخي الكريم إن وجهك كله وصله الماء وبرئت ذمتك، وأنا أشهد بما أرى وما أعلم من شرع الله، يكفي. ثم يده، المهم هذا الماء كفاه. ثم قال لي يسألك بالله يعني كلها يعني هذا يكفيني خلاص برئت ذمتي وطهارت كتي. والله يا الله، لكن أبشرك منذ ذلك اليوم ودع الوسواس يعني إلى النهاية إلى اليوم. فيعني يحتاج إرادة، أصبح عنده قناعة أنه فعلا هذا يجون لمك في العيادة يا شيخ. الله المستعان.